السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم شرح بسيط في الفوتوشوب CS6، أو ممكن نمشي على أي إصدار تاني، هو إن إزاي الحروف أو الأرقام بتبقى مكتوبة بالمقلوب أو من الشمال لليمين أو مش مترتبة. تعالوا نشوف مثلا زي مثال زي كده. هنعمل مثلا نكتب محمد، نكتب كده محمد سعيد، هنلاقي ان الكلام مكتوب من الشمال لليمين، وكمان الحروف بعيدة عن بعضها ومش مترتبة، يعني ما ينفعش اصلا تتقري كده. فايه الحل للموضوع ده؟ هنمسح اللير كده، هنقول ان يعني مثلا هنيجي عند قائمة تايب، نختار لانجويج اوبشن، وبعدين نختار اختيار التالت ميدل ايسترن اوبشن، ميدل ايسترن اوبشن. طيب تمام كده. تعالوا بقى نكتب محمد سعيد، محمد سعيد. تمام كده الكتابة اتكتبت اهيت وكل حاجة، وممكن نغير اللون او نعمل اي حاجة ده زي ما احنا عايزين. طب تمام. طيب بالنسبة للارقام، الارقام مثلا عندي عايز الرقم مثلا 1 2 3 وعايزه يتكتب عربي. طبعا نيجي نقلب الكيبورد عربي، برضه هنلاقيه بنكتب بالانجليزي. ايه الحل للموضوع ده؟ الحل انا اجي كده اظل اللي انا عايزه، اظل الارقام كده واتك كنترول، او اضغط كنترول تي، اجيب لي القايمه دي الكاركتر. قايمه الكاركتر هنيجي هنا هنلاقي مكتوب هنا عربي، عربك، لا هنخليها هندي. هنلاقي ان الحروف اتحولت بقت عربي، عايزينها انجليزي عربي. بس كده. اتمنى يكون حد استفاد او حد فهم حاجة، وان شاء الله ان شاء الله يعني هيكون في شروحات تانية كتير وحاجات بسيطة زي ديت الناس كلها بتحتاجها، وخصوصا مبتدئين في الفوتوشوب. سلام عليكم.